معنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار مقر غرفه التجاره الامريكيه بالعاصمه الامريكيه واشنطن، وعقد لقاء مع رئيس الغرفه التجاريه الامريكيه وكمان رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي، بالاضافه لرؤساء ومديري 12 من كبرى صحيح الشركات صحيح الامريكيه، والتقى مع رئيسه شركه بوينغ للدفاع والفضاء والامن، البحث التعاون في مجالات المختلفه. الحقيقه الملف الاقتصادي برضو من اهم الملفات المطروحة في القمة، بالتأكيد ان احنا المفروض يعني في ملفات كتيرة مطروحة، لكن مجال بقى صحيح التعاون سواء بقى التعاون في الصناعات، يعني صحيح لسه محمد كان بيقول ان احنا في مجموعة كبيرة من الشركات، وحتى الخبر بيقول 12 من كبرى الشركات الأمريكية، فمعنى كده ان في نوع من انواع التعاون. ان شاء الله هنشوف تعاون اقتصادي في مجالات عدة، مجالات اقتصادية وصناعية وايضا عسكرية. معانا على التليفون سيادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الحقيقه احنا بنتكلم في ملفين، يمكن اتكلمنا الاول عن استقبال وترحاب شديد من الاداره الامريكيه بالرئيس الامريكي والرئيس دونالد ترامب، في استقبال واضح ان هو كان خاص جدا ومختلف بالرئيس السيسي، لكن بنتكلم هنا في الملف الاقتصادي. شايف ايه اللي ممكن تكون المكاسب؟ ايه اهم المواضيع المطروحه؟ ايه اهم مجالات التعاون اقتصاديا؟ وهل ممكن نشهد استثمارات أمريكية جديدة، مجالات أخرى ممكن فتحها أو الدخول في شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ اتفضل. هو بالتأكيد لأن الملف الاقتصادي ده الملف الحرج في المرحلة الحالية بالنسبة لنا، وده اللي بتقدره كل الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيد. على أساس إن البرنامج الاقتصادي له بعض الآثار الجانبية الصعبة، فمحتاج الإسراع بعمل مشروعات واستثمارات عشان تشغيل الشباب وعشان زيادة الإنتاج وزيادة العائد، بحيث إن هو يعوض بعض الآثار الجانبية. الموقف الولايات المتحدة الأمريكية مهم من ناحيتين. الناحية الأولى دورها في البنك الدولي للإنشاء والتعمير. البنك الدولي ده بيدي يعني قروض غير صندوق النقد الدولي. القروض اللي بيديها بتبقى قروض ميسرة بفايدة منخفضة للمشروعات الخدمة العامة، مشروعات تخدم الاقتصاد القومي الكلي، وبتنعكس مباشرة على حياة الناس سواء بطريق غير مباشر أو مباشر. فده ناحية من نواحي التأثير الأمريكي الإيجابي، ولو إنها بتدعم موقف مصر في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي، ده بيكون له مردود على بقية الدول الأخرى. هذه ناحية. الناحية الأخرى الشركات الكبرى الأمريكية سواء اللي بتستثمر فعلا في مصر أو الراغبة في الاستثمار في المشروعات المطروحة للاستثمار، سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة أو بعض الصناعات الثقيلة، الصناعات المتوسطة، الصناعات الخفيفة، الصناعات التكنولوجية، كل هذا الشركات دي بتقوم بيه. والتقى أول يوم في الزيارة كان بأكبر شركتين في الولايات المتحدة الأمريكية، جنرال إلكتريك ولوكهيد. الشركتين دول ميزانية كل شركة قد 10 أو 12 دولة أفريقية، شركات عملاقة. جنرال إلكتريك دي مرتبطة بالاقتصاد القومي الأمريكي وبالأمن القومي، لأنها بتنتج صواريخ بتطلع الفضاء وبتنتج طائرات وغواصات، يعني مش مجرد إنها شركة عادية يعني. فده طبعا الجانب الاقتصادي. الاستثمارات الأمريكية اللي تيجي مصر محتاجة مننا إن احنا نسرع بإصدار قانون الاستثمار والتوضيح، وده طبعا اللي أشارت لي وزيرة التعاون الدولي والاستثمار الدكتورة سحر نصر، إن من المهم للغاية إن احنا نسرع بإصدار هذا القانون المتأخر بقاله سنتين. فالنواحي الاقتصادية بتبقى هي الدعامة لدعم القوى الناعمة اللي بتتمتع بها مصر دائما في أصعب الظروف، بيبقى عندها القوة الناعمة. الولايات المتحدة الأمريكية بتعيد تقييم سياستها في الشرق الأوسط بصفة عامة على ضوء عدة اعتبارات. الاعتبار الأول إن سياسة الفوضى الخلاقة
دمرت دول وأثرت تأثير سلبي للغاية على المصالح الأمريكية والمصالح الأوروبية المرتبطة بها، بل أثرت على الأمن الأوروبي نفسه وادت صورة سلبية للولايات المتحدة الأمريكية. الناحية الأخرى أنها فتحت الباب لعودة روسيا بقوة في المنطقة، وده شاهدناه سواء في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن، ويعني في نظرة بالرضا من جانب الرأي العام العربي عن الدور اللي بتقوم به روسيا، فده بيزعج الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نقدر نقول ان هذه الزياره بتفتح مره اخرى صفحه للعلاقات المصريه الامريكيه، في تحول للسياسه، في تغير كبير واضح في السياسه الامريكيه، الاداره الامريكيه الجديده، وان شاء الله زي ما قال طبعا الرئيس دونالد ترامب ان العلاقات هتكون قويه وعلى مدى طويل. جزيل الشكر سياده السفير على هذه المداخله.